شمال غرب افريقيا، من غرب افريقيا، من وسط افريقيا، المسلمين اللي في طريقهم الى مكه الى الحج يجوا عبر بربر. وبربر كانت مركز الاتصالات، يعني زي فرانكفورت بالنسبه لاوروبا دلوقتي. كل الطيران اللوفثانزا تنقل الناس فرانكفورت وينتقلوا الى 340 خط في اتجاه العالم الاخر. فبربر كان مركز اتصال، طبعا ما كانش في طيارات، ما كانش في عربات، ما كانش في الوسائل الحديثه دي، كان الجمال هي يمكن المعروفه، والجمال البشارية، الجمل البشارية اللي وصفه حاجة الناحي بأنه أبيض زي توب الدبلان، توب الدبلان الأبيض يعني. والأجناس دي تجد فيها المغاربة، تجد فيها العباد، تجد فيها الأشراف، تجد فيها مصريين من صعيد مصر، تجد فيها أجناس وافدة من خارج السودان في قديم، لأنه رحلة العرب ابتدت عبر السويس.